بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أنا جئت اليوم لأوقع ملف عند هيئة الحقيقة والكرامة لتسجيل هذا الملف في التاريخ، لأنه الأحداث التي مرينا بها في طيلة 20 سنة من السجن والاعتقال والتعذيب، ويعني أمور لا يمكن أن الواحد يصفها في مدى قصير من الوقت، فتحتاج إلى كثير من يعني الوقت باش معناها يعطي التفاصيل. لكن بصفة عامة الغاية التي جئت من أجلها هو أنه تكون هدية يعني للتاريخ، تكون شهادة للتاريخ، وخاصة لأن يعلم الناس كيف كان النظام القديم يتصرف من منطلق الاستبداد ومنطلق الدكتاتورية ومنطلق يعني استعباد الناس والتصرف في حرياتهم وفي حقوقهم. فأنا اليوم جئت لأكون شاهد على تلك الممارسات ولكشف كثير من الحقائق، وهذه مهمة أساسية من مهمة الكبيرة، هو كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين، ثم بعد ذلك في آخر يعني مرحلة أن تكون يمكن يكون معناها المصالحة، ولكن لابد أن الناس تعرف ماذا حدث. يعني الأشياء اللي كان معناها تصرفات نظام قديم كان يتصرف فيها في الظلام، معناها لا شيء يخرج من أجهزة النظام، لأنه لو خرجت لكانت فضيحة بالنسبة لي. فبالتالي هذه الأشياء لابد أن تخرج، ولابد أن يتعرف عليها الناس، وخاصة الناس اللي انتهكوا الحريات واللي كانوا هما الأداة أو العصر الغليظة للنظام، هذوما لعل معناها يتوبوا ويعني يطلبوا العفو، يطلبوا معناها أنهم يعني معناها يعترفوا أنهم كانوا على خطأ، وبعد ذلك من تاب الله عليه. شكرا.